الثامن من أبريل، أي قبل اندلاع الاشتباكات بأسبوع، وفي مزرعة بالقرب من الخرطوم، كانت هذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها الجنرالان عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو أو حمدتي. ووفق وكالة رويترز، وخلال الاجتماع طلب البرهان انسحاب قوات الدعم السريع من مدينة الفاشر مع قلعة حمدتي التي تقع في إقليم دارفور غرب السودان، والأهم من ذلك هو وقف تدفق قوات الدعم السريع إلى الخرطوم والتي كانت مستمرة منذ أسابيع. حمدتي طلب بدوره سحب القوات المصرية من قاعدة مراوي خوفا من استخدام هذه القوات ضده. وفي نهاية اللقاء تضيف رويترز، اتفق الطرفان على خفض التصعيد مع وجود نية للقاء آخر في اليوم التالي، لكن ما حدث كان عكس ذلك تماما. على مدى أسبوع شرع الطرفان في إعداد العدة للمواجهة، حيث بدأت قوات الدعم السريع في نشر مسلحيها في سوبا ومناطق أخرى في الخرطوم، فيما كان الجيش يراقب تحركاتها ويستعد للتعامل معها بطيرانه الحربي. صباح يوم 15 من أبريل كان من المفترض عقد اجتماع في مقر الرئاسة بين الجنرالين، ما في كلام يا أسود، لكن ما حدث. ومع بداية اليوم في حوالي 8:30 صباحا بدأ إطلاق النار في معسكر سوبا مفجرا شرارة الاشتباكات التي أودت بحياة المئات، فيما لا تزال هوية مطلق الرصاصة الأولى مجهولة.